Hello everybody how are you today? I hope everything is good with you. So today inshallah we are going to talk about passive form and you know that a lot of students don't like passive. يعني اليوم رح نحكي عن الباسيف اللي هو المبني للمجهول مثل ما ناخذ بالعربي وبعرف انه معظم الطلاب ما بحبوا الباسيف ولكن it is a piece of cake كتير سهل. خلينا نعرف اول إشي شو هو الباسف؟ طبعا اللي داخلين معانا هو ال present وال past والـ future. تمام؟ المضارع والماضي والمستقبل طبعا انتوا رح تحكوا كتار ولكن هم بيمشوا على نفس المبدأ وكتير كتير سهلين let's see أول إشي why do we use passive form؟ إحنا ليش بنستخدم الباسف؟ شو وظيفة الباسف؟ What is the function of the passive؟ شو وظيفة الباسف؟ واحد، it is used when we don't want to mention the subject or the doer of the verb or the action. مثلاً، إنه إحنا بنستخدمه لما ما بدنا نذكر مين الشخص اللي عمل أو قام بالفعل. هاي واحد. يعني أنا ما بدي أفسد عن حدا بحكي والله انكسر مش عارف مين كسره بس انكسر بس ممكن أنا بكون أعرف الشخص وهو مش بقصده كسر الإزازة أو كسر الشباك هون أنا لما أستخدم استخدمت الباسف عشان ما أذكر مين يلي عمل الحدث هاد. 2 uh, when we don't know the door ممكن إحنا ما بنعرف مين هو الفاعل. مثلاً، ندخل غرفة الصف بنلاقي الدروج مرتبة نحكي الدروج ترتبت مين رتبها ما بنعرف ها هون احنا we don't know the doer ما بنعرف الفاعل ثلاثة، when we want to emphasize on the action first إذا بدنا نركز على الفعل نركز على الحدث ما بدي أركز مين الشخص اللي عمله ممكن أحكي آم. انكشفت الحقيقة أوكي okay. هلأ هون إحنا مركزين على إنه الحقيقة انكشفت بس مش هممنا مين يلي كشفها ومين يلي عملها إحنا مسكنا الخبر إنه الحقيقة انكشفت طبعاً الباسف أكثر شيء يستخدم بالأخبار سواء بالأخبار العربية أو الإنجليزية الأجنبية يعني لأنها هي بتركز على الفعل مثلاً بدي أحكي وقد تم زياره المرضى بواسطه جلاله الملك وقد تم زياره المرضى يعني المرضى ان زاروا هلا انا هون ركزت على الخبر بواسطه مين بواسطه جلاله الملك هون احنا ركزنا اول شيء على الخبر بعدين على على الفعل سوري على الفاعل تمام انت رح تحكوا عم بشرح لكم بالعربي ولكن انا بدي اخلي عندكم إشي كونكشن ربط ما بين الانجليش والعربي لانه انتوا بتفكروا بالعربي فعشان نطبق الاشي الانجليش لازم تكونوا عارفين على اي اساس مستند اذا هون احنا عرفنا التلات استخدامات ليش بنستخدم الباسف as you see here احنا عنا هون افعال البي وانتوا كلياتكم تعرف افعال البي عنا الاساسية يلي هي بي وبدكم تحطوا ببالكم انها بتيجي مع المجرد آه مع الـ اوكي بتيجي مع الافعال يلي بدها فعل مجرد will would can could shall should whatever البي رح نستخدمها آه بتفرع من البي is are am هم جروب واحد ولكن الاز للمفرد الار للجمع والام للاي هلا هدول الثلاثه بستخدمهم في حال كان الزمن عندي مضارع اما الواز والوير هم برضو جروب لحال لما يكون الفعل ماضي بستخدم الواز المفرد والوير للجمع والآي بتاخد واز اللي بدي إياه منكم وتعرفوه هلأ يعني إذا جملة الباسف كانت مضارعة بدي أستخدم واحدة من هدول الثلاث إذا كانت ماضي بدي أستخدم من هدول الاثنين وإذا كانت يعني بدها فعل مجرد برجع للأصل واللي هي البي. خلينا نشوف كيف. verbs to be verb three بدكم تعرفوا إنه أي جملة باسف بالحياة أي جملة باسف بأي زمن مضارع تام، مضارع تام مستمر، ماضي تام، ماضي تام مستمر، ماضي تام لحاله، مستقبل، مودلز، مضارع بسيط مستمر، أياً كان، أياً كان الباسف بتكون عن طريق دمج فعل البي والتصريف الثالث تمام هلا طبعا اكيد ما رح تستخدموهم كلهم بنفس الشكل ولكن احنا حسب الزمن اول اشي احنا داخل معنا simple present بما اني انا حكيت simple present بدكم تعرفوا انه as, or am خلص افعال البي اللي إلها علاقة بالمضارع هي as, or am. والتصريف ثالث لأي زمن بأي بأي زمن بأي شكل رح يكون تصريف ثالث. إذا بتكون الباسف من أفعال البي والتصريف الثالث، بما إنه مضارع بسيط عندي إز أر آم وتصريف ثالث. تمام؟ uh, خلينا نشوف المثال، for example students الطلاب are given a lot of online classes أو lessons مثلاً على سبيل المثال الطلاب يعطوا هلا انتو انتو كطلاب بتعطوا دروس اونلاين كتير ولا بتنعطوا دروس اونلاين كتير؟ انتو بتنعطوا مين بيعطيكم؟ احنا التيتشرز انا ما مش كتير اوكي okay. so are given هون استخدمت لانها passive uh, خلينا نشوف كيف uh, تكونت هي عندي are فعل مضارع مناسب للفاعل المفعول به ان students جمع حطينا ار والتصريف الثالث من give هي given اذا الطلاب يعطوا الكثير من حصص الاونلاين اوكي هلا هل انا كيف عرفت انها passive من ترجمه الجمله هل الطلاب هيك بسال حالي هل الطلاب بيعطوا امتحانات او بيعطوا دروس passive دروس مثلا اونلاين لا هم بينعطوا بما انه الطلاب ما بيعطوا الفعل ما زبط ما ركب على بعض انه الطلاب بيعطوا فهي هون باسف فالجمله ما فيها دليل بعتبرها معلومه عامه مضارع بسيط نيجي للشق الثاني ما بيختلف إشي ابدا غير انه بدل الاز والار والام رح تصير عندي was and were was وير عشان المفرد uh, الواز المفرد الوير للجمع وعشان الفعل عندي هون ماضي طبعا تصريف الثالث ثابت last semester الفصل الماضي الجملة مالها ماضية مباشرة بحول عقلي لأفعال البي الماضية اللي هم was أو were الطلاب انعطوا الكثير من حصص الأونلاين students were given a lot of online classes. لاحظوا هون were given فعل من أفعال البي مع التصريف الثالث ال students جمع حطينا لها where طيب ليش مش are؟ لأنه last semester هي فعل ما دليل بالماضي وليس دليل بالحاضر. تمام؟ أما نشوف شكل المستقبل أه، أوكي نسيت أعملكم شغل بالمستقبل هون طبعاً أنتوا عارفين إنه المستقبل بده فعل مجرد بعد الـ will صح ولا لا؟ يعني أنا ما بقدر أحكي will is ما بقدر أحكي will are ولا will was الـ will will models will, would, can, could, shall, بدهم أفعال مجردة شو المجرد من أفعال الـ be هي الـ be نفسها لاحظوا هون okay هاي البي شايفينها اجت ما بين الول والتصريف الثالث مستحيل مستحيل جملة باسف بدون افعال البي for example the garden will be cleaned and planted by the farmers يعني الحديقة سوف تنظف وتزرع ولا سوف تنظف وتزرع لا هي تنظف هيها كلين تصريف ثالث وتزرع planted هلا عندي هون and and بتعمل عمل ايش العطف يعني الفعل اللي قبل ال and رح يكون نفسه الفعل اللي بعد ال and اوكي okay. لاحظوا هون ال by by the farmers بواسطة المزارعين هاي الول هاي البي Okay. Uh, بيحكي لنا هون the subject if the subject is important يعني لما يكون الفاعل مهم نضيف by زائد الفاعل في نهاية الجملة. If the subject is important we add by the plus the subject at the end of the sentence. For example خلينا نشوف هذا المثال. My father's company شركة والدي was founded by the crown prince يعني شركة والدي مولة أو أسست عفوا أسست بواسطة آه ولي العهد the crown prince معناها ولي العهد هلا أنا هذا الخبر مهم أحكي مين يلي عمل التأسيس مين يلي أسسها يعني الخبر محرز أوكي بحكي by the crown prince يكون واجب علي إني أذكر مين هاي hey باي the crown prince تمام؟ <applause> هاي was founded أسست خلينا نشوف هون ال, uh, الأسئلة some examples أول إشي guys uh, بدي أنا أحكم على زمن الجملة من حيث الدليل المستخدم okay هاي واحد اثنين. بدي أنا أصرف الفعل حسب الزمن يعني أنا الدليل عندي ماضي الزمن بدي أعمله ماضي ولازم أهتم بالمفرد والجمع اتفقنا أوكي okay. so, الجملة uh, الأولى الجملة الأولى الجملة الأولى مثل ما حكيت عندي yesterday a new mobile phone فراغ by Apple يعني مبارح أنيو موبايل فون شركة جديدة آه سوري موبايل جديد هاتف جديد بين قوسين عندي انفنت يخترع يعني الموبايل اخترع بواسطة شركة ابل هلا كيف بدي اجاوبها؟ اول اشي عندي هون yesterday يسترداي uh, yesterday معناها مبارح هو فعل بالماضي بقنا. هلا إذا بما أنه فعل بالماضي بدي أحط ببالي أنه أنا رح أستخدم فعل من أفعال البي هم يا واز يا وير يا واز يا وير هلا أنيو موبايل فون مفرد صح ولا لا إذا بدي أستخدم واز خلينا نحلها هون أوكي بس دقيقة شوي اوكي okay جايز كيف بده يصير حلها هاي راح احكي was invented was invented اخترع امبارح تليفون جديد اخترع بواسطة ابل الموبايل مفرد والتصريف دائما لازم يكون ثالث لجملة جملة الباسف milk and تشيز الحليب والجبنة باي every morning يعني كل صباح بين قوسين عندي باي بس الحالي الحليب والجبنة بيشتروا زبطت إنهم يشتروا أو يشتروا لا بما إنه ما قاموا بالفعل فالجملة هون باسف مباشرة فعل البي milk and cheese آه طيب every morning كل صباح إذا مضارع بما إنهم جمع رح تكون ار والتصريف الثالث من باي بوت تمام In the future في المستقبل خلاص مباشرة جملة مستقبل Some organizations بعض المنظمات about the damage عن الخراب وبين قوسين ask يعني بزبط بعض المنظمات رح تسأل عن الخراب ممكن اوكي ضابطة شوي ولكن برضو في منظمات ممكن ان تسأل عن انا ما رح اجيب لكم جملة بالامتحان تزبط انه والله هالمنظمات ممكن تسأل ممكن هاي منظمة البيئة تسأل عن الخراب اللي صار ممكن انها تسأل عن التقصير هاي فيها يعني جهتين ما رح اجيب هيك جملة بالامتحان بس انا بدي اعتبرها انه هاي المنظمة راح تسأل عن التخطيط مثلا خليني اعملها مثلا بلانز عشان تكون شوي أوضح كمان طيب بما إنها مستقبل مباشر بحط إشي اسمه ويل خلص ويل دائما لما أعرف مستقبل طيب المستقبل إيش بدنا أفعل بي هي البي تصريف الثالث من ask هي asked تمام إذا هيك بدكم تشتغلوا على الدليل عشان تميزوا ما بينهم ما بين الجملة المش باسف بسأل هل المنظمة رح تسأل عن التخطيطات ولا هي رح تسأل عن التخطيطات الجبنة والحليب رح يشتروا ولا يشتروا التليفون اخترع ولا اخترع هيك تمام نيجي لبارت تو اللي هو آه ري رايت طبعا آه هون انا كاتبت لكم some instructions وكيف احنا نمشي على ال uh, rewrite Uh, just wait a minute. Okay. First, the, the structure of the sentence. هو شكل الجملة. It starts with the object. لازم يبلش بالمفعول به. لاحظوا أنا حطيت لكم يعني I colored them. حطت لهم أحمر عشان تميزوا إن يعني هدول keywords هم اللي بدكم تنتبهوا تبدأ بالمفعول به. Change the form أو change the tense بدي أغير الزمن من active ل passive. كيف؟ عن طريق استخدام البي والتصريف الثالث. تمام؟ We complete the sentence منكمل الجملة وبعد ما نكملها ونخلص تكملة بدي أحكي باي مع الفاعل في حال إن كان إيش؟ آه مهم. Okay. شوفوا كيف طبقتهم على بعض الجمل اللي هون Let's see the first sentence The man helped a small cat in the street رجل ساعد قطة صغيرة في الشارع طبعا أنا بدور أول إشي على الفعل وين الفعل؟ helped ساعد شو زمنه؟ شو زمن helped؟ ماضي طيب دائما دائما بعد الفعل بيجي عندي مين؟ بيجي عندي المفعول به. أوكي. هاي الـ small cat، هذه المفعول به، طلعوا؟ بلشتها هون الـ small cat بالبداية بسحب يلي بعد الفعل في البداية الـ small cat، بما إنه helped ماضي، فأنا هون استخدمت was، شايفين الـ was؟ والتصريف الثالث من help. هو برضه help a small cat was helped بكمل الجملة in the street by the man by مع الفاعل كيوت المنظر ويت اوكي okay. I always drink coffee انا دايما بشرب قهوة اذا القهوة دايما بتنشرب هي الفعل drink drink هو عبارة عن فعل مضارع اذا بدي is or am وين المفعول به؟ بعدها ها شايفين؟ سحبت الكافي ل... للأول وعشان الفعل المضارع عندي هون هي مضارع بحكم عليها إنها مضارع بستخدم is أو أر أو أم كافي مفرد هي صارت إز بنزل always لأنه الظرف لازم يجي ما بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي إز أولويز drunk آخر جملة I will plant the trees أنا راح أزرع النبا الأشجار هي will plant هي الفعل بعدها المفعول به سحبت the trees في الbegin في بداية الجملة بنزل الويل بحط البي بحط التصريف الثالث هون الفاعل مش مهم ما بحكي by me وإذا تحكوا by me عادي ولكن الجملة الأولى واضح إنه زمان فبدي إياكم تحضروا الفيديو كتير منيح تكتبوا ال instructions تكتبوا الـ notes uh, ملاحظات على جنب and if you have any question just write it down and I will answer you So I wish you the best of luck. Goodbye.